روعه سوبر نيل في الميوزك فيك ولك يا احلى معلمه ادب عربي والله. طيب مش حرام ضل عم علم سنوات هالضايعه؟ ليش؟ ما عم جيب لك شغل حر؟ انه هول المقالات اللي عم تقبضي حقهم ما اسمهم شغل؟ حياتي ما في احلى من الواحد يشتغل فريلانسر. ايه بس هالمراسلة الحرة ما عم تفش لي قلبي يا زلمي، ولا مرة بحطوا لي امضائي. بركي اذا نزلت على بيروت وتعرفت على رئيس التحرير، اذا تعرف علي شخصي يمكن يقبل يحط امضائي. حياتي تي كومبران با توا؟ نو كم مرة صرت قايل لك انه عم بيشيلوا موظفين من الشغل؟ بعدين انه اذا كان فيي اعمل شيء ولو ما بكون جربت؟ انت اصلا فيك تترك الضيعه وتنزلي تقعدي ببيروت؟ فيك تبعدي عن تلاميذك، عن دجاجاتك، عن مقبره اهلك اللي بتروحي بتزريها كل نهار احد بتنظفيها وبتعزليها؟